تأهيل المنتخب الأولمبي. قول لهم عاش يا رجالة، كملوا على كده، إن شاء الله تجيبوا لنا مركز حلو في الأولمبياد. بشرفوا مصر في البطولة، التنظيم كان محترم والماتش كان كويس واللعيبة كانت رجالة. بصراحة أنا شايف أحسن من المنتخب الكبير، يعني اللعيبة كلها رجالة وبيلعبوا بروح. احسن كوره شفتها في مصر امبارح. هيخشوا كاس العالم بسهوله، هيحققوا انجازات في كاس العالم. كاس امم افريقيا جبناها وهم صغيرين، ان شاء الله يجيبوها هم كبار. فريقنا ده بنسميه فريق الامل، هو فريق مصر اللي ممكن يدينا 10 سنين قدام. مين اللاعب اللي في المنتخب الاولمبي تحب ان هو يشارك في المنتخب الاول؟ في مصطفى محمد ورمضان صبحي واحمد ابو الفتوح. هم اثنين، مصطفى محمد ورمضان صبحي. عمار حمدي وامام عاشور والرجاله الصغيره دي كلها تاخد فرصتها في المنتخب الكبير. مصطفى محمد، اكرم توفيق، يعني ممكن نقول اللعيبه كلها تستحق ان هي تبقى متواجده في المنتخب الاول. اللعيبه كلها كانت رجاله. كده المنتخب الاولمبي كام من 10؟ والله هو يستاهل فوق ال 10، يعني ممكن نديله 100 من 10 مثلا. مليون من 10 الصراحه، يعني ينفع زعيم. اديله 10 من 10، واخد بالك ان هو تعب برضه ووصل للنهائي برضه. 10 من 10 رجاله، ياخدوا 10 من 10 في كل حاجه. نفسي اتحاد الكوره يفكر في الفريق ده، هيبقى نواه لمصر 10 سنين قدام. الفريق القديم ده اللي منتخب الاول بصراحه انا ما افتكرش ان في امل فيه. والله الجمهور امبارح كان شكله يفرحنا ويرعب اي منتخب يجي استاد القاهره، احنا مسمينه باستاد الرعب. كل اللي بطلبه من المسؤولين ان الاستاد يفضل مفتوح للجمهور اللي زينا، ان احنا نروح نشجع الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، الاتحاد. الجمهور دوت ليه دور جامد قوي 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 في البطوله، في ان احنا الشباب خدت برضو حماس وشجعتهم، يعني لها دور برضو. يعني نشكر الجماهير مصر كلها. اول مره 80,000 يحضروا المنتخب الاولمبي، لكن هم بصراحه يستاهلوا ان احنا نروح لهم. ان شاء الله يقدروا يحققوا حاجه في طوكيو ان شاء الله.